بعد أن تحدثنا على عرفة نزل الحجيج من عرفة وتوجهوا إلى المزدلفة وباتوا جزءا من الليل. كيف تكون الأعمال وما حكم من لا يقضي جزءا من الليل في المزدلفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تركنا عرفات بعد غروب الشمس، فجمعنا بين طرفي النهار والليل، أخرنا المغرب والعشاء حتى نصليها في المزدلفة. أتينا مزدلفة، وهنا بات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة إلى أن أتى فجر يوم العيد، وأسفرت الدنيا جدا، يعني قبل الشروق بعشر دقائق دفع إلى البيت الحرام إلى منى. فده ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا مكثنا في المزدلفة إلى منتصف الليل، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يسير من الكبار السن، من السقاه، من السوائين، ومن الممهدين للطريق إلى آخره، من النساء، من الصبيان، من وهكذا، من كبار السن، أن يدفع. الإمام الشافعي يقول المبيت هنا واجب، لكن ما معناه؟ هو معناه أن تمر بها، أن تمر بها. يعني الإمام الشافعي قال إذا ما بتش في مزدلفة عليك دم، بس يعني إيه بت في مزدلفة؟ يعني مررت بها، فقط المرور، فقط المرور، لأن بعض شركات السياحة مجرد تمر لدقائق معدودة، يصلوا المغرب ويصلوا العشاء وينقوا شوية الحصى وبتاعه مش عارف إيه ويطلعوا كده، حدث المبيت عند مالك وعند الشافعي وكذا. الله، أمال إيه الصورة بقى اللي كده؟ إنه يتوه، إنه هو طالع من عرفات يتوه عن مزدلفة فلا يمر بها، فياخد بعضه ويروح بقى في طريق تاني على جدة، واخد بالك، وبعدين يلف ويلاقي روحه في منى بس من فوق. أهو ده هو اللي ما باتش في المزدلفة. بعض الأئمة قال المبيت في مزدلفة سنة، والتاني قال لا واجب، اللي هو سيدنا الإمام الشافعي. فالشافعي بيقول لك لو فاتك مزدلفة مبيت من مزدلفة فعليك دم، والتاني بيقول لك لا ما عليكش دم. كمان كمان يعني شوف، يعني حاجة خفيفة خالص. احنا في الحج بنلتمس اجتهادات الأئمة كلهم، لأن الحج أصبح في غاية الصعوبة. فإذا مررنا لدرجة أن يقول لك إيه، قاصدا أو غير قاصد، يعني افرض أنه مش عارف أنه في مزدلفة وقعد فيها خمس دقايق ومشي، مش عارف، ما شافش العلامات، برضو يبقى بات لهذا الحد.